واه انت هنا يا مربوحه؟ ايوه، وشفت فزاع واشرف والشربات والورد. حرجوا المفاجاه. مش مهم، المهم انك عملتها. يعني انت ما زعلناش؟ ازعل؟ هي في واحده في الدنيا تزعل ان جوزها افتكر عيد جوازهم وعاوز يعمل لها فرح من اول وجديد كيف محمد فرج وبسنت شوقي؟ واه هو ده اللي فهمتيه؟ ايوه. امال ايه؟ شوف يا مربوح، اول هام ده مش عيد جوازنا، يعني ما انيفرسري شيء. تاني هام انت طيبه وبنت حلال، بس انا طلبت منك ومن العيشه معاكي وزهقت، وده يودينا لتالت هام، انا هتجوز يا مري وفرح الليله دي. ماشي اتجوز، بس هتلقى فين واحدة أحلى مني وأجمل مني وأشيك مني؟ اسكتي، مش لقيتها؟ يا كبير، العروسة وصلت. بيتك يا عروسي. هاي يا كوكو. هاي يا لولو. لورديانا يا بختك، اخيرا حلمي اتحقق، وجت اللحظه اللي كنت منتظرها من سنين. اللحظه دي يا كبير مصر كلها كانت مستنظراها. ومصر مستنظراها ليه؟ ده حلمني. نرجعوا للسويت توك. عايز تتجوز؟ اتجوز، بس يبقى في تكافؤ فرص. انا فازها كبدي. ود نفسيها ليه؟ ليه تعمل مقارنه من اساسه؟ هو ينفع يعني السلحفه تسابق ارنب؟ بس في الحدوته السلحفه كذب. وده ليه؟ ليه؟ لان الارنبه اهملت، وده درس ليك يا لولو. اوكي كوكو. سمعتي يا سلحفه؟ سلحفه ايه؟ سلحفه ايه؟ ده انا حلزونه ومقلوبه على ظهرها ومشلوله. ماليش 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 ماليش، ما تمليش دي. هي دي اللي وجعتني. هو دي اللي خرب بيتك النواح. بص عليها، هي حلوف انت. شكرا يا ابوي. انا جعانه يا كوكو. لولو جعانه؟ بقول لك يا سلحوفه. نعم يا كوكو. ارتفيشيل فيك، ما لايقش معاك الكلام ده. اسمعيني زين، هتحضري العشاء للولو، هي هتاخد ستيك ميديم رير بدمه. خبره ليه؟ ليه؟ عشان لولو وايلد. روزماري شويه شويه.